طبعا مكملين معاكم هنا الدفعه الرابعه مدرسه السلم، وطبعا لازم نشرفنا الدكتور الكبير دكتور الجامعه الاستاذ عباس. احنا النهارده فرحانين جدا جدا بحضرتك. احنا طبعا فرحانين بيك انك انت جاي بتشرف كل الكامل هنا مدرسه السلم. احساسك ايه انت وداخل مؤسسه ناجحه وكبيره وكمان في محافظه قلب؟ طبعا انا سعيد بمدارس السلم عموما، تمام، وسعيد بهذا التوجه، لان الحقيقه احنا في الفترات الاخيره كنا شفنا عدد اقبال كبير من الطلاب على القسم الادبي. وده لا يصح، لان احنا عندنا خريجين كتير فعلا ناس تخصصات ادبيه وما لهاش مجال عمل. فعلا الدوله محتاجه اكتر الناس المتخصصين في علوم الفيزياء والرياضيات العلوم عموما. وبعدين المدارس الاستم لما بدات دي كانت بالنسبه لنا حلم ان احنا بنحلم بيه طبعا. لان احنا بدانا نتوجه توجه مختلف، بدانا نتوجه ناحيه التقدم العلمي، بدانا نتوجه نشوف كل الطلاب والاولاد اللي ليهم ميول علميه احنا بدانا نستفيد بيهم وننمي قدراتهم. فعلا المدرسه دي مدرسه مش بس هي توجه علوم بس ورياضيات، لكن كمان بتنتقي الطلاب من جول فكر، اللي عندهم فكر، اللي عندهم حاجات عاليه اللي بيفكر وعايز يبارك مخ كبير. طبعا دول هم اللي هيبدعوا ودول هم اللي هيعملوا المستقبل، عشان كده احنا بننمي هذه المدارس وبندعمها. حضرتك انت دلوقتي في جامعه جنوب الوادي، صحيح، طالب السلم دخل والطالب المدرسه العاديه دخل، في فرق بينهم في العقليات؟ هو ده اللي احنا المفروض نحس بيه. اولا طبعا يعني الطالب اللي داخل في المدارس السلم اتربى على نظام معين، فعلا بدا يدرس من اول سنه اولى في المدرسه، بدا يتربى بتوجهات مختلفه، فعلا بدا يبقى له فكر، بدا يبقى له رؤيه مختلفه، وبالتالي هو داخل بيفكر. اما الطالب العادي ربما يعني صحيح في ناس فيهم نوابل وفيهم ناس كويسه بس الظروف ما تحتش، الظروف ما تحتش، لكن في غيرهم لا، فعلا اللي هو التعليم العادي اللي هو ما بفكرش يطلع معاه كورسات انجليزي، يعني يدرس عادي خالص ويطلع زيه زي غيره، ده ما لهوش فكر معين، يبقى ما لهوش توجه معين، وبالتالي بتلاقيه اتحصر في اقسام معينه او في تخصصات معينه مش هي اللي احنا عايزينها. عارف دكتورنا الحبيب، انا من شويه لما اتكلمت مع الطلبه انا اي طالب بساله بقول له نفسك في ايه؟ نفسك تكون دكتور. انا اتفاجئت ان هم كلهم في حد عايز علوم، في حد عايز هندسه، بيفكر تفكير جميل جدا. انه هو اتربى على انه يبدا يفكر. فعلا. وبعدين النهارده الوضع مختلف. ما بقاش الطب ولا الهندسه زي ما كان زمان. صحيح صح صح صح. لكن النهارده في عندك التكنولوجيا. التكنولوجيا طبعا. الحاسب الالي. وعندنا كليات الحاسبات والبرمجه والروبوت. التكنولوجيا اختلفت. فبدا العيال اللي هو الاولاد يتغير. فكلهم يختلف تماما. وعشان كده احنا بننمي يعني الحقيقه كمان وزاره الاتصالات عملت المعاهد الاي تي اي دي سنة. وبدات تنمي قدرات الاولاد اللي فيهم دائرات دروب قوى مجانيه. فبقت تنمي قدراتهم اكثر. وعشان كده بدا الوضع يختلف. ما بقاش كله دور على طب. طب وهندسه. بدا يبقى في هندسه الهندسه كمان بحتى. وبعدين النهارده في برامج. في برامج علميه مختلفه وكثيره. طبعا. يعني اي تخصص عايزه اي واحد منهم حيوان. انت لو عايز تدي رساله لاولياء الامور علشان يطلع يخرجوا اطفالهم شبابهم شاباتهم يخرجوهم اجمل حاجه علشان يفرح بيهم، ايه الرساله تقدمها له؟ انا عايز اقول لاولياء الامور انه حاول تنمي قدرات ابنك من وهو صغير. تمام. شايف ليه توجه العلمي حركه كويس، ساعده بحيث يبقى فعلا مزود بقدر الامكان عدد الطلاب اللي هيدخلوا ناحيه التوجه العلمي. صح. ده مهم بالنسبه لولي الامر، لان العيل وهو صغير ما بقاش عارف. هو مش عارف فعلا لسه صغير. عايز حد يرشده، حد يوجهه. دي انا اعتقد انها الاسره بجانب المدرسه. لما المدارس تبدا توجه الاولاد على انهم يبداوا يدخلوا تنمي فيهم القدرات العلميه هيبداوا يدخلوا علمي. صح صح صح. وده اللي احنا عايزينه، لان احنا عايزين نزود عدد الطلاب اللي عندنا اللي في التخصص.